السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا بفضل الله تعالى إلى أعمال أرضيات بلاط الأرضيات والحوائط، وتحدثنا في الدرس السابق عن السيراميك واستلام الأرضية والسلم. الآن سنتحدث عن استلام أرضية وسلم الرخام. يعتبر الرخام من أفضل أنواع الأرضيات، إذ أنه فعال جدا بمقاومة الرطوبة والحرارة، ويبقى على شكله لمئات السنين دون أن يتغير. كما يستخدم في بلاط الأرضيات والواجهات الحجرية والأعمدة داخل القصور والفلل. وزرات الرخام غالبا تكون بارتفاع 10 سنتي أو 15 سنتي على الحائط. سمك الوزرة يكون بحوالي 2 سنتيمتر. عند توريد الرخام إلى الموقع ينبغي التأكد من تشابه الألوان، فيجب أن تكون بلاطات الرخام كلها متشابهة، وكذلك للسلم رخام النائم تكون متشابهة، ورخام القائم متشابهة، ورخام التلابيس تكون متشابهة أيضا بالشكل واللون. وأيضا عند التوريد نتأكد من أن الرخام المورد من النوع المعتمد، ويتم التأكد من كون الرخام خال من العيوب مثل الشروخ في الرخام أو الكسور فيه. اللحام بين بلاطات الرخام لا تكون كبيرة، بل تكاد تكون منعدمة. لما تحدثنا عن الترويبة وملء العراميس عند السيراميك، وجدنا أن مثلا المون الإسمنتية أو الروب الإسمنتية البيضاء يعني تظهر بين البلاطات، بين مفاصل البلاطات، بينما عند الرخام العراميس تكاد يعني تكون منعدمة، لا ترى، صغيرة جدا كما نرى هنا في الصورة. سنتحدث عن استلام درج الرخام. رخام السلم يتكون من نائم وقائم وتلابيس. غالبا يكون سمك رخام النائم بحوالي 4 سنتي، وسمك القائم بحوالي 2 سنتي، وسمك التلابيس يساوي 2 سنتي. هذه الصورة هنا توضح سمك التلابيس. وما هي التلابيس؟ هي الوزرات التي توضع بين نائم السلم وبين الحائط. وعند استلام درج الرخام يتم شد خيطين على شكل حرف X كما نرى في هذه الصورة. ينبغي أن يكون طول الخيطين متساوي من أعلى لأسفل. بهذه الحالة نتأكد من أعمال استلام سلم الرخام. وأيضا كما ذكرنا في السلم السيراميك، نضع قدة ألمنيوم بهذا الشكل على درجات السلم لنتأكد من عدم وجود فراغات. الآن البورسلان. البورسلان هو نوع من الأحجار الصناعية، كثيرا ما يشبه الرخام والجرانيت والسيراميك، ويأتي متعدد الأحجام والألوان، منه المطفي ومنه اللامع. من مميزات البورسلين أو البورسلان الصلابة، ومن مميزاته أنه يتميز بكثافة تجعله مقاوم للسوائل بشكل كبير أكثر من باقي أنواع السيراميك المسامية. ومن مميزاته أنه مضاد للبقع، ومن مميزاته أيضا أنه مضاد للحرائق، ومن مميزاته سهولة إصلاح مشاكل البلاط فيه. أما عيوبه فثقل وزنه وارتفاع سعره. وتركيب أرضيات البورسلين يجب أن يقوم بها متخصصين، مما يزيد من إجمالي تكلفة تركيب الأرضية بشكل عام، فيعتبر من عيوب البورسلين. الجرانيت يعد من الصخور الصلبة للغاية، وهي الميزة الرئيسة بالمقارنة بالعديد من الصخور الأخرى. والجرانيت دائما ضخم. من مميزاته يتميز بالمتانة التي تجعله مثالي للعديد من الاستخدامات، بما في ذلك المطابخ والحمامات والمداخل والأرضيات والجدران.
ويتميز صخور الجرانيت بمقاومة تسرب المياه، وصيانتها سهلة نظرا لأنها تحتوي على سطح لامع للغاية. ويعد الجرانيت خيارا مميزا لأن سطحه الصلب يمكن أن يدوم بسهولة مدى الحياة، ويتميز كذلك بأنه مقاوم للبقع، ويتميز بأنه مقاوم لدرجات الحرارة المرتفعة. أما عيوبه فوجود الثقوب والشقوق في كثير من صخور الجرانيت، بما قد يؤثر على جودة استخدامه أحيانا. والعيب الرئيسي فيه أنه لا يوجد مجموعة واسعة من الألوان للاختيار فيما بينها، يعني له ألوان محددة. وتميل بعض صخور الجرانيت إلى أن تكون ثقيلة للغاية، بما قد يؤثر في بعض الاستخدامات. فهذه من عيوب الجرانيت، والسلام عليكم ورحمة الله.